افتتحت سمو الأميرة سناء عاصم بازار مجموعة كشافة ومرشدات المطرانية الروم الكاثوليك أم الصماق بكلمة معبرة من خلال مقطع مصور نشرته الكشافة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كما قدمت المجموعة على لسان القائد العام للمجموعات الكشفية التابعة للروم الكاثوليك في المملكة طارق مسلم الشكر الجزيل لسموها على لفتتها الكريمة ودعمها الدائم للمجموعة، داعيا جميع المهتمين بالمشاركة لضمان نجاح البازار الحادي عشر الرقمي الذي جاء هذا العام في ظرف صعب يمر به الأردن والعالم بسبب خطر التفشي الوبائي لفيروس كورونا، معربا عن أمله أن نحتفل العام القادم سويا بانتهاء هذه الجائحة. اعتدنا في كل عام أن نلتقي ونرعى افتتاح البازار الخيري الذي تقيمه مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك في أم السماق ممثلة بالقائد طارق مسلم. حقيقة لهم معزة خاصة في قلبي وعلى كل جهودهم اللي بيعملوها طوال العام وليس بس في مجرد الأعياد. وهذه البازار هو نموذج للتكافل الاجتماعي من خلال دعم المشاريع الصغيرة، لكن في هذه الظروف القاهرة لن نستطيع أن نتواصل معكم، ولكن لن نخذلكم وسنفتتح البازار عن بعد، وبدعوكم للمشاركة والدخول إلى موقع البازار. وفقكم الله وأدام الخير على أيديكم. وبمناسبة الأعياد المجيدة أتمنى أن يكون هذا العام عام خير وسلام على العالم أجمع، وأن يرفع عنا جميعا البلاء والوباء. دمتم في خير وصحة وعافية.